اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. نيويورك تايمز تخصص مقالها وبصحفيين بالاضافه الى صحفي معروف وهو الذي ارتكزت عليه كامل المعلومات في الوصول الى باماكو انطلاقا من باماكو دون تواجد الصحفيين إليان بالتيي وايضا كريستيان تريبارت ليكون للصحفي الأفريقي ولديه بعض المعلومات لأنه لم يصل إلى المكان وإنما كانت معلومات من خياط في المنطقة في باماكو لديه أقارب في هذه المنطقة أمام هذا السوق كانت الحادثة. لكن على العموم بالنسبة للقتل على ما سمي ب الثياب أيضا لمن له ملامح بالنسبة للشباب في هذه المنطقة التي قاست 10 سنوات وهي على العموم هي أقرب بكثير إلى الجهاديين المسلحين في نظر الكثيرين، خصوصا أن هذا الصحفي لديه رؤية حول الـ5 مروحيات، إثبات أن هناك 5 مروحيات، أن هناك من لا يتحدث لا الإنجليزية ولا الفرنسية إلى غيرها من المعطيات الميدانية التي باشرها مادي كاميرا. إذن الأمر هنا أبعد بكثير عن تحقيق عادي، المهم الوصول إلى كما يقول عنوان نيويورك تايمز البصمة الروسية، وهذا مهم بالنسبة للأمريكيين الذين يحاولون تدقيق الرواية حول تواجد الروس في هذه العملية. الأول من نوعه بالنسبة لهذا التحقيق يرى أكثر من مؤشر للوصول إلى البصمة الروسية. البصمة الروسية عبر ما سماه لافروف بأعمال تجارية لشركة روسية، هذا أمر واضح ونقلته نيويورك تايمز بالحرف. معنى ذلك أن ما يجري الآن هي أمور تجارة أو أمور تختص بشركة خاصة. إذا تجارة ما سمي بالخدمات الدفاعية أو الخدمات الأمنية أيا كان الاصطلاح، لكن بالنسبة لحكومة باماكو فهي ترى شيئا آخر، ترى أن هناك اتفاق ما بين كل من الحكومة المالية والحكومة الروسية بخصوص مدربين، هذا كل ما في الأمر. لكن عندما ندقق أكثر حول لماذا التحقيق الآن على وجه التحديد للوصول إلى إدانة مباشرة لروسيا التي تنطلق الآن ببصمات واضحة، والحرب اليوم هي حرب فرنسية انطلاقا من إعادة تأهيل موقع تشاد، وهذا معلوم. أول ما أعطاه الأمريكي، لأن الدي آي اي أكبر مكتب لها ديفنس، هذه التابعة لوزارة الدفاع ووكالة الدفاع الاستخبارية ديفنس انتليجنس اجنسي، وجدنا أن أكبر مكتب هو بعيد عن جمينة بكيلومتر ونصف عن مركز جمينة. لذلك كل ما نعرفه عن تشاد هو أن رئيسها الحالي أقرب بكثير إلى الأمريكيين. اليوم الأمريكي أراد أن يسلم منصة إطلاق للفرنسيين خصوصا بعد فقدانهم باماكو، فأصبحت جميع الحركة من تشاد، وأصبحت تشاد في مواجهة فرنسا ضد فاغنر في ليبيا. لقد سلمت الولايات المتحدة الأمريكية 93% من الميزانية، وهناك 100% من التغطية الاستخبارية والأداء الإسعافي المباشر لكل الجنود، وأيضا لحالة الإجلاء وغيرها. والمسألة الرابعة الدعم اللوجستي الكامل. خامسا جميع القواعد التي تحتضن مقاتلات ومن ثم مروحيات، يجب تأهيل السلاح الروسي في تشاد، وهذا يتكلف به وبميزانيته الأمريكية. من أجل ماذا؟ من أجل دفع الفرنسيين إلى مواجهة فاغنر في ليبيا، لأن المهم أن لا إضعاف لفاغنر في مالي إلا بإضعافها في ليبيا.
وهذا هو الأمر الواضح، وهذا لديه أكثر من انعكاس على المنطقة. إذن هذه زاوية. الزاوية الثانية والمهمة للغاية، أن التقديرات التي يسير عليها الآن الأمريكي تريد أن تصل على الأقل إلى ربط كل من تونس وأيضا الجزائر بأمن ما يجري الآن في باماكو، وعدم مساعدة الجزائر وأيضا المساعدة الجزئية. ويمارس قيس سعيد في هذه المرحلة بعد تسليمه بالتوقيع على كامل ما يريده الأمريكي في تونس. قيس سعيد باع القرار العسكري التونسي للأمريكيين من أجل الصمت على ما يقوم به الآن من مجازر ضد القضاء ضد غيرها. المهم أنه يعلن نفسه الحاكم الوحيد، وهذا معلوم. إذن كما تقول الصحافة الفرنسية، فقد دخلت تونس الدرجة العليا الخطرة، يعني أن الأمر يتعلق بعالية المخاطر، بالدرجة العالية المخاطر كما تسميها الصحافة الفرنسية. وبالنسبة للصحافة الأمريكية وعموم الإدارة الأمريكية، ترى تونس بأن فيها خطورة شديدة. ومن جهة ثانية هناك أيضا خلط أوراق كبير يمارسه الفرنسي انطلاقا من تشاد وباتجاه ليبيا ضد فاغنر وبمساعدة أمريكية، وسكوت أمريكي على أي خطوة سيقوم بها الجيش التونسي، ومن الاتجاه الآخر محاولة تعطيل أي اتصال ما بين كل من الروس في مالي وما بين أي دعم محتمل أو إنقاذ أو إنجاد محتمل من الجزائر تجاه هؤلاء الجنود لفاغنر، هؤلاء الروس العاملين الآن في مالي. تحاول أمريكا حصارهم وتريد من الجزائر حيادها، وهذا مألوف، لكنها لا تريد في أي لحظة يطالب فيها الروس بالتدخل من خلال الجزائر في حال إنجاد أو في غيره، أو التدخل العاجل أو العملية الخاصة أو أي، هذا يجب أن ترفضه الجزائر، وهذا ما لم تقدم بشأنه الجزائر أي توضيح. إذن أمامنا صعوبة كبيرة واستراتيجية كاملة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في الساحل، وهذا هو الأمر الواضح الآن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال محاولة الربط بين مجازر أوكرانيا وإلى أفريقيا من أوروبا وإلى أفريقيا، وجعل فرنسا تحارب روسيا بالوكالة في أفريقيا، ما دامت أن فرنسا لا تريد حربها في أوروبا فعليها أن تمارس هذه الحرب في أفريقيا، وهكذا. فالخطة الشاملة الآن خطة مدروسة للغاية أمريكيا وشديدة الذكاء والاحتواء في آن. لهذا فالأوراق اليوم يعاد رصها بالشكل الذي يناسب المصالح الاستراتيجية الأمريكية المباشرة، هذا أمر شديد الوضوح. لذلك فمن المهم بالنسبة على الأقل الأمريكي في هذه المرحلة، وبعد أن وافق الفرنسي على أن لا يحارب الروسي إلا في البلطيق عبر الطائرات وبالعمليات الخاصة في أفريقيا، فهذا قبله الفرنسي ولا يريد بأي حال في شرق أوروبا أن تكون المواجهة لأسبابه على العموم ولعدم الوصول إلى هزيمته، إنما الاحتواء في الأطراف. على كل حال هذه الزاوية التي يعمل عليها الفرنسي، والجزائري مطلوب منه عدم تقديم أي مساعدة لوجستية أو إنجادية تجاه كل الروس في باماكو. هذا أهم ما يريده الآن على العموم الأمريكي. الأمريكي من جهته يقول بأن هناك 5 مروحيات في التحقيق، واقع الأمر أنها 4، ولمن يشاهد صور الأقمار الصناعية سنجد 4 لا أكثر ولا أقل، لأن الصحافي مباشرة علم أن هناك 5 مروحيات روسية، 2 ثم 3، هذه المروحيات شاركت كلها في هذه العملية، يعني
يعني لم تترك ولا واحدة. ثاني مسألة أن لا مقاتلة تحركت، رغم أننا نجد في الاتجاه الآخر الفرنسي مع السخوي 25 العاملة في تشاد، وهذه الطائرة نفسها هي التي تطير وطارت في أجزاء من مالي. ويدرك الروس أن لديهم تقارير بهذا الخصوص بطيران السخوي 25 وهي تخرق لأكثر من 7 مرات الحدود مع ليبيا. الحدود ليست التي للقذافي، الحدود الليبية الدولية، يعني المقصود منها ليس ما كان يطالب به القذافي، حتى لا يذهب الأمر أبعد مما يجب قوله. المسألة الأخرى أن هناك السخاي 25 التي طارت قريبا من الجنوب، من الجنوب الجزائري، ولم يرغب المالي إلا في إسناد هذا الوضع إلى الجزائر بأن فرنسا تنطلق بالسخاي 25 إلى ما هو أقرب من 100 كيلومتر فقط عن الحدود مع الجزائر. إذا الأمر هنا دقيق للغاية، الأمريكيون يقومون بإعادة رص أوراقهم بشكل ذكي جدا، وهذا هو الأمر الواضح الآن، خصوصا أمام استراتيجية حاولنا جهد الإمكان أن نقاربها، إلى جانب ما قاله الصحافيان الأمريكيان بالإضافة إلى جميع المعلومات كلها من صحفي أفريقي. على أي، المهم في هذه المسألة اليوم أن هناك تدقيق حول أمور استراتيجية يجب الانتباه لها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.